دقائق 20 ثانية، ثلاثة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل مع البانوش قنازل بن محمد بن نخيرة لعفاري، بينما المركز الثاني الشميمي سالم بن عويضة بن السيلي الأخيري قاطع المسافة 9 دقائق 22 ثانية جزء واحد من الثانية. أما المركز الثالث فكانت الانطلاقات والتحديات الجميلة هنا ولحظة الوصول من ثالث المراكز من بين من أتانا المسلم بن علي بن دري المنصوري على ثالث المراكز هنا قاطعا المسافة بفترة زمنية مقدارها هنا 9 دقائق 22 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع. أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح مع تحديات سن الإذاعة سن الإمتاع. انطلاقة سليمة لشوطنا العشرين في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، وهو شوط الختام في تحديات سن الإذاع، شوط خاص بالإذاع الجعدان المهجنات الأصايل لفئة الإنتاج والمنتجين. تنطلق هذه الأسامي، تنطلق هذه الشعارات باحثة عن تسجيل نقطة ذهبية ثمينة. نسير مع الصدارة مع بداية هذا الشوط مع المقدمة والاندفاع الترقاية الحاضر دائما مع الأمتار الأولى. اللي قاد المجموعة غزيلان ياتي على الصدارة لمحمد بن سعيد بن محمد. محمد بن سعيد بن محمد بوضحة المري من يتقدم وينطلق بناموس هذا الشوط يليه مع المركز الثاني لهب من الجانب الآخر يتقدم في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. أو أرى هملول مع المركز الثاني، أحمد بن محمد بن ناصر الشامسي ياتي على ثاني المراكز. مشوك ثالثا بشعار مبارك بن محمد بن نصر العامري، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع يصل يتقدم أركان بشعار مسلم بن علي بن دري المنصوري من يقدم أركان على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات، خامس التحديات، يصل يتقدم في هذه اللحظات. نتابع ترند من وصل مع المركز الخامس بالتقدم. عبد الله بن علي بن سعيد الرايحي ياتي على مستوى المركز الخامس. وسادس الانطلاقات السيدح بشعار عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي يتقدم مع السيدح سادسا، ومع المركز السابع من الجانب الاخر غازي لسعيد بن ياسر بن علي العفاري يتقدم بهذا الشعار على مستوى المركز السابع. ثامن الانطلاقات برلين لسعيد بن احمد بن سعيد بن حلوه الاشتبي، وعلى مستوى المركز التاسع وصول في هذه اللحظات مع عزام مطر بن خلف بن مطر بن علوان يقدم تحديات عزام على مستوى المركز التاسع. وعاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام يتسلل على مستوى المركز العاشر لهب بشعار محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، نداءنا الأول للعشر المراكز المتقدمة، ولكن أرى هناك أيضا أسامي وشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة، نترقبها في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية. ولكن لنا عودة مع الصدارة مع مقدمة هذا الشوط ومع شعار بوضحة محمد بن سعيد بن محمد بوضحة المري من يأتي بتحديات أغزيلان من يقود المجموعة منذ البداية في هذا الانطلاق الواضح والباين. ولكن أرى التسلل، أرى هملول بشعار أحمد بن محمد بن ناصر الشامسي بدأ يتسلل إلى المقدمة وينطلق بناموس هذا الشوط. من الجانب الآخر مشوك المبارك بن محمد بن نصر العامري ليصبح التنافس ثلاثي على مقدمة هذا الشوط مع هذه الأسامي ومع هذه الشعارات المتميزة في هذا العالم الساحر. انطلاقتنا مع المركز الرابع يتقدم أركان لمسلم بن علي بن دري المنصوري. نتابع المركز الخامس وصول في هذه اللحظات مع ترند لعبد الله بن علي بن سعيد الرايحي
يقدم ترند مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات، سادس التحديات، غازي لسعيد بن ياسر بن علي العفاري مقدما لهذا الاسم مع المركز السادس. سابع الانطلاقات، وصول تقدم وانطلاق مع السيدة بالشعار عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي، والشعار بالحلوة من الجانب الآخر يصل على مستوى المركز الثامن بالتقدم بلين لسعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي. نتابع المركز التاسع، نتابع الانطلاق في هذه اللحظات، وصول من لهب لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري، وعاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام يصل في هذه اللحظات يتقدم عزام لمطر بن خلف بن علوان من يتسلل بدوره على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة، أكملنا ندانا الثاني للعشر المراكز المتقدمة والمسيرة تسير هذا التحدي وفي هذا الانطلاق المتميز. هملول من قاد المجموعة، هملول من انطلق بناموس هذا الشوط، بدأ بالاندفاع في هذا الانطلاق المتميز، يقدم في هذا التحدي أحمد بن محمد بن ناصر الشامسي، ولكن وصل لها في هذه اللحظات بشعار المجازف محمد عتيج بن زيتون المهيري، يصل يتسلل يتقدم ينطلق عند لوحة الاثنين كيلومترات. شعار المجازف من قاد المجموعة، من انطلق من ناموس هذا الشوط. نتابع المركز الثاني، وأرهني هملول لأحمد بن محمد بن ناصر الشامسي ياتي ثالثا مشوك مع المركز الثالث لمبارك بن محمد بن نصر العامري، وشعار العفاري من يتقدم مغازي لسعيد بن ياسر بن علي العفاري، يتابع تحديات غازي مع المركز الرابع. خامس الانطلاقات، أركان لمسلم بن علي بن دري المنصوري يقدم أركان مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات، وصول مع عزام لمطر بن خلف بن مطر بن علوان في متابعته وانطلاقاته وتحدياته القادمة، ومع المركز السادس بلين لسعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، يصل مع المركز السابع. المركز الثامن ترند لعلي بن عبد الله بن علي بن سعيد الرايحي. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا الشوط، ولنا عودة مع لوحة الإعلان، لوحة الألف والميتين، غادرنا لوحة الإعلان. بدأت الأوامر، بدأت التعليمات، انطلق الجميع بناموس هذا الشوط، الكل يطمح لانتزاع نقطة ذهبية ثمينة على أرضية هذا الميدان. ولكن أرهني اللي قاد المجموعة لهب بالشعار محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، هملول مع المركز الثاني، ياتي أحمد بن محمد بن ناصر الشامسي، ولكن وصل غازي سعيد بن ياسر بن علي العفاري يتقدم بو ياسر في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق مع المركز الثاني. أركان القادم بكل قوة يتسلل شعاره مسلم بن علي بن دري المنصوري، ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر وصول مع مشقي لأحمد بن عبد الله بالطير العامري، يصل مشقي وتحديات عزام مطر بن خرب بن علوان، ولكن لهب بدأ يتجه اتجاه سليم وصحيح إلى خط النهاية، بدأ يباعد المسافة، ولكن شعار بالطير القادم مع مشقي مع المركز الثاني شعار أحمد بن عبد الله بالطير العامري، ولكن لهب قفل على مجريات هذا الشوط، باعد المسافة، انفراد كلي بناموس هذا الشوط، ليهدي السلامات لأهالي العين، أهالي منازف يتابعون تحدياتي وانطلاقة لهب. تهانينا للمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري من تابع وانطلق بتحديات لهب ولحظات وصوله إلى خط النهاية. سلام منازف بهذا الأداء المتميز اللي وصل مع المركز الثاني مشقي أحمد بن عبد الله بالطير العامري، المركز الثالث عزام مطر بن خرب بن علوان، المركز الرابع يصل أركان مسلم بن علي بن دري المنصوري، المركز الخامس غازي لسعيد بن ياسر بن علي العفاري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية مع لهب.
لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. توقيت الزمني 9 دقائق 17 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري على فوز له بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني ياتي مشقي. توقيت الزمني 9 دقائق 20 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لأحمد بن عبد الله بطير العامري، واللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول ثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام. ياتي عزام 9 دقائق 22 ثانية و6 أجزاء من الثانية. التهاني موصولة لمطر من خرب المطر بن علوان. تهانينا والناموس للجميع وإلى